برنامج الأغذية العالمي تلقى هبة جديدة لدعم جهوده في اليمن، 13 مليون دولار أمريكي قدمتها الحكومة اليابانية. يقول البرنامج إنها جاءت في الوقت المناسب لتلبية جزء من احتياجات 7 ملايين شخص في اليمن هم في أشد الحاجة إليها ويعانون من انعدام الأمن الغذائي. السفير الياباني لدى اليمن كاتسويوشي هايشي أكد أن الأمن الغذائي هو أحد القضايا الأساسية التي تركز عليها اليابان في معالجة الوضع الإنساني المقلق للغاية في اليمن. ما قدمته الحكومة اليابانية جزء من مبلغ يصل إلى 900 مليون دولار تقريباً يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى الحصول عليه، خصوصاً وأن النتائج الأولية للتقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية في البلاد تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي قد قفز بمقدار 3 ملايين خلال الأشهر 7 الماضية. ويقدر البرنامج بحسب أحدث بيان أصدره بأن نحو 17 مليون شخص لا يعرفون من أين سوف تأتيهم وجبة طعامهم التالية، رغم تأكيداته بأنه تمكن بحلول شهر فبراير المنصرم من تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لرقم قياسي وصل إلى نحو 5 ملايين شخص في اليمن. على الرغم من العمل في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على إمكانية الوصول للمحتاجين بحسب بيان البرنامج، قيود يرى المراقبون أنها تؤثر بعمق على مصداقية البرنامج الذي يعمل في أجواء دعائية صاخبة، لكنه لا يبذل ما يكفي من جهد لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، خصوصا في ظل مؤشرات قوية على أن قسما مهما من المساعدات الغذائية التي تستولي عليها الميليشيا تتحول إلى جزء من دعم المجهود الحربي لمقاتليها، أمر يستدعي معه بنظر هؤلاء المراقبين التفكير بجدية في تغيير آلية عمل برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات الدولية التي يتأثر نشاطها بالحساسية الأمنية المفرطة في مناطق المواجهات وتصل بها إلى حد القصور الفاضح في الدور والمسؤولية.